كان في خبر عمرو ورده كان معانا في مقابله من حوالي في ليله راس السنه ويمكن انفرضنا بالحوار دوت وقال لنا في الحوار ان هو احتمال يرجع باوك. فعمرو ورده رجع باوك بعد ما كان معار من باوك لاحد الانديه اليونانيه. فلوسه نادي اسمه فلوسه. اسمه كده صح؟ فلوسه ماشي فعمر فعمرو ورده رجع باوك لان في كلام اتقال ان عمرو ورده آآ يعني آآ عرض نفسه على النادي الاهلي هو راجل قال لك انا مش هرجع خالص دلوقتي يعني قدامي لسه كتير مش هرجع كان في مفاوضات قبل كده من نادي الاهلي من نادي الزمالك من بيراميدز لعمرو ورده كل ده صرح بيه فتلعب بعض الاخبار ان عمرو ورده عارض نفسه على النادي الاهلي في الوقت اللي عمرو ورده كان بيمضي في باوك يعني في الوقت اللي طلعت فيه الاخبار دي طبعا عشان حلقه وكده ف ورده كان بيمضي في باوك فتمام تمام عشان اقف عند الموضوع ده نروح للقاء مع المهاجد.